الفني. نشرت الإدارة العامة للمرور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن إرشادات السلامة اللي يجب اتباعها في حال تعرض المركبة لعطل مفاجئ على الطريق العام. نتابع. عزيزي السائق، في حال تعرض المركبة على الطريق العام لعطل مفاجئ خلال العطل، شغل الإشارات الأربع التحذيرية للمركبة. احرص على لا يكون وقوفك سبباً بوقوع حوادث أو تعطيل للحركة المروية، وتوجه فوراً لمكان آمن في أقصى اليمين أو خط الطوارئ إن وجد. بعد توقف المركبة تماماً، اتصل على رقم الطوارئ 999، وفي حال تعطل المركبة وسط الطريق شغل الإشارات الأربعة التحذيرية وعبر الشارع بحذر، وقف في مكان آمن، وتجنب دفع السيارة إلى جانب الطريق أو الانتظار داخلها. تجنب محاولة إصلاح السيارة أو تغيير الإطار أو شحن البطارية بأي شكل من الأشكال في وسط الطريق، فقد يعرض سلامتك للخطر. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع، مع تحيات الإدارة العامة للمرور.